أخبار اليوم. يا شوي هات مسطرة لنا، شوي هات لي مسطرة لما اشوف حد يرفع الكرام دي ولا لا. هات لي، انا جايب جنود بزيادة. هات ال بتوت زي احنا بلغنا ساعتين ونص ان في عندي فصل على دايره واحد من اوباسوس. بدانا نعرف الفصل على مسافه كام كيلو، عرفنا المسافه بتاعتها ومسافه العطل. بدانا نحرك نفسنا المعدات عشان نبحث عن العطل الصبح. جالنا اخباريه ان السلك المقطوع بتاعنا على مسافه عند برج 26 من اوباسوس طالع من محطه باسوس. فاتحركنا عرفنا ان بعدها ان في برج 500 متفجر بالكوبري منه، على ما يبدو ان برج 500 تفجيره اثر على ال 220، ده برج 500 كيلو فولت اثر على جهد ال 220، قطع السلك بتاع ال 220. هم اتفجروا ال 500 اثر عندي على ال 200. هو البرج ال 500 متفجر فيه رجلين اثنين، فالبرج مايل، وال 220 متاثر بان السلك المصري بتاعه مقطوع. انا هبدا دلوقتي الفرقه بتاعت هتعامل مع برج ال 220. الله يرضيه بحق جاه رسول الله، الله يعينه علينا، الله يرضيه، الله ينتقم منهم، الله ينتقم منهم، الله ينتقم منهم بحق جاه رسول الله. لو شفتوا وحياة القرآن، وحياة القرآن لو شفتوا واحد لنتقم منه. والله 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 اللي تهزله سبع سماوات لو شفتوا واحد لنتقم منه. أنا أول مرة أشوف، عشان أبقى سليم مع الله. الاربع رجول بتاع العمود ده اللي بعدين ده اتقطعوا الاربع رجول منهم لله، جينا الصبح لقيناهم مقطعين باللوند، وجم الكهرباء والمباحث جم هنا عملوا لهم رجول بتاعت تاني لحام وخرسانات وكل حاجه. قعدوا يا ولدي 10 ايام في رمضان ولا 15 يوم شغل. اي والله كان هيقع علينا واحنا هنا، كان هيقع علينا هنا العمود. حرام اللي بيحصل ده كله، والله حرام.